أنا اسمي كريم، أنا مصري، أنا كندي من أصل مصري، كبرت في مصر والسعودية وأونتاريو وكندا، درست هندسة معمارية وتصميم بيئي في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اسكندرية في مصر. أنا اخترت الـ MDM Program عشان آخر 6 سنين قبل ما أنقل على فانكوفر أنا كنت شغال في دبي مهندس معماري، وفي نهاية معيشتي هناك كنت interested جدا في موضوع المباني الذكية والمدن الذكية، فما حبيتش أن أنا أعمل ماسترز في العمارة، حبيت أكبر وأعمل حاجة مختلفة شوية وحاجة تخليني أكتشف علاقات جديدة في عالم التصميم. أهم 3 حاجات تعلمتها في الـ MDM Program هي العمل في فريق إبداعي متعدد التخصصات، تاني حاجة يمكن تحسين مهارات إدارة المشاريع عندي، وكان أوريدي عندي خبرة إدارة مشاريع بحكم أن أنا كنت مهندس معماري. تالت حاجة هي طريقة العمل مع باحثين وأكاديميين، لأن الاحتكاك بيهم كبير في البروجكتس أثناء البروجرام. بالنسبة لفترة الانتقال كانت مش مشكلة أبداً، لأن إحنا ساكنين وبنشتغل في نفس المبنى، فبقينا أسرة واحدة كبيرة. الـ MDM Program فريد من نوعه، يصعب وصفه أحياناً. أعضاء هيئة التدريس رائعين. بالنسبة للكامبس فهو بالنسبة لنا البيت، الكامبس المبنى CDM جديد والمعيشة هنا سهلة ومريحة. برنامج الـ MDM بيتهيألي بنى على خلفيتي التصميمية كمهندس معماري، عرفني على مقترحات زي المدن الذكية، العمران الرقمي، التصميم التفاعلي. نصيحتي لأي حد عايز يقدم في الـ MDM Program إنه البروجرام ده بيتبع منهج تعليمي مختلف، فنصيحتي إنك يعني تقترب من البروجرام بقلب مفتوح وبعقل مفتوح، and استمتع بالرحلة.